لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله على الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. قال الشيخ السعدي رحمه الله فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة، برسالاتي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، وبكلامي إياك من غير واسطة. وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين. فخذ ما آتيتك أي من النعم، وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر وتلقه بالقبول والانقياد، وكن من الشاكرين أي الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. وكتبنا له في الألواح من كل شيء أي يحتاج إليه العباد، وموعظة ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء أي من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب، فخذها بقوة أي بجد واجتهاد على إقامتها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهي الأوامر الواجبة والمستحبة فإنها أحسنها. وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. سأريكم دار الفاسقين أي بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. وأما غيرهم فقال عنهم سأصرف عن آياتي أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب. الاعتبار يعني الانتفاع بالآيات الأفقية يعني التي في الكون في الآفاق، والنفسية التي في الأنفس، والفهم لآيات الكتاب. يصرفهم الله عز وجل عن هذا كله. لماذا؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يتكبرون على عباد الله وعلى الحق وعلى من جاء به، فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله ولم يفقهه من آيات الله أو لم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح والعياذ بالله، يعني بسبب هذا الكبر الذي هو في قلبه وبسبب ذلك صرف عن الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله. وإن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته لا يتخذوه سبيلا، لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه،
وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصل صاحبه إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا. والسبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب والذين كذبوا بآياتنا أي العظيمة الدل على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم لأنها على غير أساس، وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه. هل يجزون أي في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون؟ فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا وليس لها غاية تنتهي إليها، فلذلك اضمحلت وبطلت. تعلمنا هذه الآيات وتبين لنا تلك الفضيلة التي اختص الله عز وجل بها موسى عليه السلام، وذلك أنه كلمه بلا واسطة، ولذلك كان يسمى موسى الكليم عليه السلام. ترشدنا كذلك إلى شكر النعمة، فإذا تعلم الإنسان شيئا من الوحي وإذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة دينية أو دنيوية فعليه أن يشكر الله عز وجل على ذلك، يعترف بالنعمة بقلبه ثم يصرفها في طاعة الله ويستعمل الجوارح كذلك بطاعة الله. فيها أيضا أن الأوامر الشرعية وأن الكتب المنزلة من عند الله عز وجل فيه كل ما يحتاج إليه البشر، كما قال الله عز وجل عن التوراة: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. هذا إذا كان في التوراة فكيف بالقرآن الذي هو أعظم وأجل الكتب المنزلة من عند الله، فجعله الله ونزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء كما قال سبحانه. وفيها كذلك خطر الكبر، فالكبر والعياذ بالله التكبر على الحق وعلى الأنبياء والرسل وعلى الوحي والشرع من أعظم أسباب الانحراف والعياذ بالله تعالى، ومن أعظم أسباب صرف القلوب عن الفقه والفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يرى الإنسان الباطل حقا والحق باطلا والعياذ بالله تعالى. فيها أيضا إثبات القدر وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، وإنما كان صرفهم عن الآيات بسبب الكبر الذي في قلوبهم والعياذ بالله تعالى. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.